السلام عليكم. خلينا نتابع الكلام عن الانزيمز and their regulation. المرة الماضية تكلمنا عن الايزو انزيمز، عرفناهم، عرفنا كيف ايش الفرق بيناتهم، ايش هم ايزو انزيمز، كيف بيصير في regulation لهم، وكمان تابعنا الموضوع انه نتكلم على ال regulation of enzymatic activity بأول نوع من الـ levels of regulation اللي هو عن طريق الـ inhibitors. okay، فتكلمنا على أنواع الـ inhibitors. هلا بالمحاضرة هاي إن شاء الله راح نتكلم على كيف ممكن يصير في regulation للـ enzyme activity عن طريق التحكم بالـ structure تبعه. فبنتكلم على الـ conformational changes، فراح نتكلم على الـ allosteric enzymes، حنتكلم على modulators، reversible و irreversible covalent modification. ماشي، نبدأ عن الـ allosteric enzymes. بس قبل ما نبلش خلينا نتكلم عن الـ metabolism of glucose مرة تانية. فعنا الجلوكوز أول reaction بيصير فيه هو الفاسفوريليشن عن طريق الهيكزوكينيز أو الجلوكوكينيز، فبتشكل عندي الـ product اللي هو الجلوكوز 1 phosphate. حكينا انه بالglycolysis اللي هي breakdown of sugars عندي 9 other reactions بتصير، اللي بالنهاية بصير عندي formation of pyruvate. ماشي، هلا الاشي اللي عندنا هون انه في عندي مصير اخر او في pathways تانية بتحرك فيها الجلوكوز 6 phosphate عدا عن الglycolysis. من ضمنهم انه الجلوكوز 6 phosphate بتركب على الجلايكوجين مولكيول اللي هو ستورج، الطريقة اللي بيصير فيها ستورج وتخزين للجلوكوز عن طريق السينثيسيس اوف جلايكوجين، او انه منكبر احنا هذا الجلايكوجين مولكيول اللي اوريدي موجود بالسيلز. ماشي، هذا ايش اسمه؟ بنسميه جلايكوجينيسيس. اوكي، يعني فورميشن اوف جلايكوجين مولكيول. لما السيستم بيكون بحاجة الى انرجي، وهل الانرجي بتيجي من الجلوكوز، فبصير في بريك داون او ديجريديشن للجلايكوجين، فبتصير عمليه الجلايكوجينولايسيس انه بنشال الجلوكوز مولكيول بشكل الجلوكوز 6 فاسفيت من الجلايكوجين. طيب فخلينا نتكلم على الفورميشن اند بريك داون اوف جلايكوجين. هلا فعندي جلوكوز 6 فاسفيت، هذا الجلوكوز 6 فاسفيت بتحول لجلوكوز 1 فاسفيت، فهدول الاثنين ايزومرز. طيب هلا الجلوكوز 1 فاسفيت بنشيل الفاسفيت بنحط بداله يو دي بي، بس اليو دي بي جلوكوز هذا طبعا في عندي انا طاقه موجوده بالبوند ما بين اليو دي بي مع الجلوكوز، فبيجي انزيم اسمه جلايكوجين سينثيز اللي راح ياخذ الـ UDP جلوكوز، بياخذ الجلوكوز وبيركبه على الجلايكوجين، بصير في ريليس للـ UDP. الطاقة اللي تم استخراجها من هاي البوند استخدمت عشان نضيف الجلوكوز على الجلايكوجين، فصار الجلايكوجين زيادة by 1 جلوكوز ريزيدو. اوكي، لما الجسم يكون بحاجة إلى طاقة بيجي انزيم تاني اسمه glycogen phosphorylase، بيستخدم الانورجانيك فاسفيت عشان يشيل جلوكوز بشكل جلوكوز 1 فاسفيت، والجلايكوجين بيرجع مرة تانية ناقص الجلوكوز اللي احنا زدناهم. الجلوكوز 1 فاسفيت بتحول لجلوكوز 6 فاسفيت، وبالليفر بتحول لجلوكوز وبيطلع برا للدم وبروح للperipheral tissues. خلينا هلا احنا نركز على هدول التنين، الجلايكوجين سينثيز والجلايكوجين فاسفورايليز. هدول التنين الانزيمين هدول هم بتحكموا فيهم هرمونات. الهرمونات هم الابينفرين والجلوكاجون. طيب هلا هدول الهرمونات ايش يعني؟ هدول هرمونات الجوع. بمعنى انه لما الجسم يكون بحاجة الى طاقة ويكون جوعان بيتم افراز هدول الهرمونين من البانكرياس. الابينفرين بيشتغل على المسلز، الجلوكاجون بيشتغل على الليفر.
اللي بيعملوه هدول الهرمونين انهم بيحفزوا تشكيل سايكليك ام بي. سايكليك ام بي بربط مع البروتين كاينيز اي. اوكي، هذا الانزيم شو بيعمل؟ هذا اللي بيعمله انه بيعمل اكتيفيشن، بيعمل انهيبيشن للجلايكوجين سينثيز، فبصير عندي انا بلوك، عملية السينثيسيس تبعت الجلايكوجين بتوقف. و at the same time بيعمل activation للفوسفورايليز، اللي هو ايش بيسوي؟ بشيل الجلوكوز من الجلايكوجين، لانه هذه هي المحصلة اللي انا بدي اياها. فلاحظوا انه الحركة الذكية، انا بضربة واحدة عملت طفيت او وقفت عملية الجلايكوجين سينثيسيس، وحفزت بنفس الوقت عملية الجلايكوجين degradation او breakdown. منيح، عن طريق هذا الانزيم اللي هو البروتين كاينيز اي. نتكلم على البروتين كاينيز اي. هذا الانزيم هو تتراميريك، هيترو تتراميريك، بمعنى انه مكون من 4 polypeptide chains، وهو كاينيز. شو يعني كاينيز؟ كاينيز يعني انه هو it phosphorylates other proteins، يعني it adds a phosphate group على بروتينات تانية وانزيمات تانية. بالأخص هو بضيف هذا الفوسفيت على السيرين والثريونين أمينو أسيد ريزيدوز بالبروتينز. طيب التارجت تبع ال بي كي اي البروتين كاينيز اي بالنسبة للباثوي تبعتنا هو الجلايكوجين فوسفورايليز كاينيز، هذا بنحكي عنه شوية أكثر. بس عموما فحكينا انه هذا البروتين كاينيز اي هو تتراميريك، مكون من 4 polypeptide chains، تنتين منهم regulatory وتنتين منهم catalytic. يعني تنتين بيعملوا regulation للانزيم activity، وتنتين هم اللي فيهم الactive site اللي بيعملوا الphosphorylation. هلا البروتين كاينيز اي اول ما يصير له activation بيصير في بيعمل phosphorylation لmany many proteins and enzymes عن طريق الphosphorylation. بس عشان أورجيكم إنه هذا الإنزيم رهيب فظيع، it's a master enzyme، هذا البروتين كاينيز A اللي ممكن يصير له activation ب different pathways، لكن أول ما يصير هو activated رح يبدأ يعمل phosphorylation لكتير targets. اوكي، فرح يتحكم بكتير pathways. So it's a master enzyme. طبعا هذه مش حفظ. طيب كيف بيصير في activation لبروتين كاينيز A؟ عن طريق small molecule modulator اسمه cyclic AMP. من وين أجا هذا cyclic AMP؟ السايكليك ام بي اللي هو هون اجى من الاي تي بي اللي هو ادينوزين. ادينوزين يعني ايش؟ انه في ادينين مع شجر، ادينوزين وعليه الاو اتش هذي. اوكي، ادينوزين تراي فوسفيت. هلا هذا بتحول عن طريق انزيم اسمه ادينيليل سايكليز لسايكليك اي ام بي، راحوا تو فوسفيت، صار في عندي سايكليك جروب موجوده هون، فهذا اسمه سايكليك اي ام بي. هذا السايكليك اي ام بي اللي بيصير انه تنين بربطوا على كل ريجوليتوري سب يونت، بتغير شكل البروتين، فالكاتاليتيك سب يونتس بتصير فري. هلا هدول بما انهم صاروا فري، هلا هدول ممكن يعملوا فاسفوريليشن للبروتينز المختلفه. ف طب انا بدي اوقف هاي العمليه، بدي اوقف الاكتيفيشن تبع البروتين كاينيز اي، شو بنعمل؟ او بدي اخفف من الاكتيفيشن تبع البروتين كاينيز اي، شو راح نعمل؟ اللي راح نعمله انه في انزيم تاني اسمه سايكليك ام بي فوسفودايستريز بيحول لي سايكليك ام بي لاي ام بي. خلص هيك اللي راح يصير انه هذول السايكليك ام بي بيفلتوا لانهم ريفرسيبل، حيفلتوا من الريجوليتوري سب يونتس، والريجوليتوري سب يونتس حيربطوا مع الكاتاليتيك سب يونتس، وبصير في inactivation لبروتين كاينيز A. فالموديوليتر اللي حكينا عنه هو cyclic AMP، والعملية هذه كلياتها reversible.
نتكلم عن ال reversible covalent modification هلا. اوكي احنا اللي حكينا عنه هو binding، بس binding ما صار في covalent modification. هلا نتكلم عن ال covalent modification. هلا شو عمل البروتين كينيز A؟ عمل phosphorylation، يعني عمل addition لphosphate group على ال enzymes. اوكي هلا هاي العملية بتصير على خصوصا على الأمينو أسيد ريزيدوز اللي هم في الأخص سيرين، ثرينين وتايروسين. فأنا عندي زي البروتين كينيز A سيرين ثرينين كينيسز، وعندي تايروسين كينيسز، بمعنى إنه بصير في فاسفوريليشن للتايروسين. كويس، عملية الفاسفوريليشن رابيد بتصير بسرعة شديدة زائد ترانزيانت. شو يعني ترانزيانت؟ انها متنقلة، بمعنى انه ممكن يصير في فاسفوريليشن ودي فاسفوريليشن برضو بسرعة. عملية الاديشن تبعت الفاسفيت والريموفر تبعت الفاسفيت سريعة. طب مين هم الانزيمات اللي بتعمل الفاسفوريليشن والدي فاسفوريليشن؟ الفاسفوريليشن بيصير عن طريق الكينيسز، وهدولي اسمهم هدولي بتبعوا الكلاس اللي هو ال transferases. اوكي فبصير في عندي addition اذا للفوسفيت، والفوسفيت في العاده بتتاخذ من ال ATP، فال ATP بتحول ADP، وهي البروتين صار عليه الفوسفيت. عشان نشيل الفوسفيت هذه وتاثيرها بتيجي انزيمات تانية اسمها phosphatases بشيلوا الفوسفيت جروب. طيب فبتحول البروتين مرة تانية بصير إنه ديفاسفوريليتد. لاحظوا إن عملية الفاسفوريليشن والديفاسفوريليشن مش عكس بعض، الإنزيمات مختلفة، وهدول الإنزيمات بتبعوا لكلاسز مختلفة من الإنزيمز. فمرة تانية ارجعوا للكلاسيفيكيشن في إنزيمز وشوفوا لأي جروبس هم بتبعوا. هلا الاشي الثاني كمان النقطه اللي مهمه كتير، طب الفاسفوريليشن هل هو يؤدي ل انه اكتيفيشن للانزيمز؟ مش بالضروره، ممكن الفاسفوريليشن يخلي الانزيم اكتيف وممكن انه يخليه ان اكتيف. طيب فبيعتمد على الانزيم. هلا الادفانتج تبعت الفاسفوريليشن حكينا انه الايفكت تبعها سريع كتير، يعني it takes seconds less than a second. عملية الفاسفوريليشن والديفاسفوريليشن، هلا برضو الخلية ممكن تتحكم بعملية الفاسفوريليشن وتخليها بطيئة. طيب يعني ما تخليها سريعة، تخليها بطيئة، يعني it can take span of hours. هلا طب هل قد الفاسفيت جروب واحدة بتعمل كل هالفرق؟ طبعا، لأنه it is highly charged، عليها كتير negative charges. هاي negative charges ايش راح تعمل لي؟ هتعمل لي repulsion وهتعمل لي attraction. هذا repulsion أو repulsive والattractive forces راح تغير بالstructure تبع البروتين. وإحنا already حكينا على الهيموغلوبين كيف إنه مجرد هاي الموفمنت البسيطة بالهيليكس، أو خلينا نحكي بالآيرون بالأحرى، كيف غيرت بالشكل البروتين كلياته. هلا الاشي كمان مهم للفاسفوريليشن انه في له amplification effect. شو يعني amplification effect؟ انه انا عندي one enzyme للبروتين كينيز A، هذا ممكن يعمل فاسفوريليشن لأكتر من enzyme. فواحد خلينا نحكي انه بيعمل فاسفوريليشن لعشرة، كل واحد من هدول العشرة ممكن كمان يعمل فاسفوريليشن لكمان عشرة، فواحد راح يؤدي ل effect على 100. فاحنا بنحكي على amplification effect، وبما انه متكلم على عمليات يعني و reactions تفاعلات انزيمية، فاحنا بنحكي على اشي سريع كتير. فهذه هي الادفانتج تبعت الفاسفوريليشن. هلا ممكن يصير في modification تانية للانزيمات ولا للبروتينز عدا عن الفاسفوريليشن، ممكن اللي هو الادينيليشن. يعني ايش addition of an adenylyl group اللي هي ال AMP على الانزيمز؟ لاحظوا انه هذا it's a bulky it's a large group،
مش زي الفاسفيت اللي هي هذه بس، لا لا بنتكلم على لارج جروب، فطبعا الافكت تبعها راح يكون كبير على الستركشر تبع الانزيمز. وبالعاده هو اللي الاديشن تبع الادينه للجروب راح يؤدي انه يصير في inactivation للانزيمات. نفس الشيء ممكن يصير في uridylation، يعني ايش addition of a uridylyl group as well. ممكن يصير في ribosylation يعني او ADP ribosylation اللي هو adenosine diphosphate ribosyl group، very large group ممكن انها تنضاف على البروتينز والانزيمات. وارد احنا في محاضرات المولكيولر بيولوجي تكلمنا على الميثيليشن والاسيتيليشن، addition of a methyl group addition of an acetyl group خصوصا لللايسين. طيب هذه اذا بتتذكروا حكينا عليها بالنسبة للإبيجينيتكس والهيستون موديفيكيشن ودرسنا الإفكت تبعهم. طيب فشوفوا أنا البروتين كينيز A الهرمونات أدت لتشكل سايكليك AMP. هلأ كيف؟ لأنه هاي الهرمونات عملت أكتيفيشن للإنزيم اللي هو الأدينيلال سايكليز اللي حول للـ ATP لـ AMP. أوكي سايكليك AMP ارتبط مع البروتين كينيز A، فصلوا الكاتاليتيك سب يونتس، هلا صاروا يعملوا فوسفورايليشن للجلايكوجين سينثيز. الجلايكوجين سينثيز لما صار له فوسفورايليشن صار inactive. بنفس الوقت البروتين كينيز A عمل فوسفورايليشن لانزيم تاني اسمه فوسفورايليز كينيز. لما صار له فوسفورايليشن هذا صار له activation. هلا هذا الانزيم الفوسفورايليز كينيز بيعمل فوسفورايليشن برضه لمين؟ للجلايكوجين فوسفورايليز. اوكي لما صار في فوسفورايليشن للهالفوسفورايليز شو صار؟ صار اكتيف. لاحظوا اذا الفوسفورايليشن عمل انكتيفيشن هون وعمل اكتيفيشن على الجهه الثانيه بحركه واحده. صار في عندي انا inactivation و inhibition و block للglycogen synthesis وبنفس الوقت صار في activation لعملية glycogen degradation وال release of glucose. هون صار في عندي coordination، صار في توازن، يعني هدول التنين واحد منهم لازم يكون شغال بنفس في وقت معين، التنين يكونوا شغالين بنفس الوقت مستحيل، والتنين ما يكونوا شغالين بنفس الوقت برضو مستحيل. طيب خلينا نتكلم على glycogen phosphorylase. هذا allosteric enzyme بمعنى انه الستركتشر تبعه راح يختلف بناء على الوضع اللي هو فيه. هذا الانزيم شو بيعمل؟ بياخد فاسفيت وبخبط فيها الجلايكوجين فبصير في ريليس للجلوكوز 1 فاسفيت. اوكي انا بشبهها بانه في شجره اللي هي الجلايكوجين عليها الفروتس اللي هي الجلوكوز، وواحد رمى حجر على الفروتس فنزل هالفروت اللي هو اللي هي الجلوكوز. هيك انا بشبهها، هذا اللي عمله الانزيم. نتكلم على الانزيم هلا. هذا الانزيم حكينا انه هو allosteric بمعنى انه هو موجود باكثر من ستراكشر، وهاي الستركتشرز هي التي فورم والار فورم زي حكايه الهيموغلوبين. الار فورم معناته انه هذا الانزيم اكتف، ولما يكون الانزيم بالتي فورم معناته انه هو انكتف. هلا برضه هذا الانزيم الفوسفورايليز ممكن انه يصير له فوسفورايليشن مش هيك عن طريق الفوسفورايليز كينيز. فأنا عندي كمان two forms من هذا الإنزيم، ممكن يكون dephosphorylated وهذا اسمه phosphorylase B، أو ممكن يكون phosphorylated فهذا إحنا بنسميه phosphorylase A. فإذا اطلعنا على phosphorylase A اللي هو phosphorylated ممكن يكون موجود بالR state أو T state، والديفاسفورايليتد فورم برضو ممكن يكون موجود بالR state وبالT
state. لكن لما يكون الانزيم ديفوسفورايليتد بكون اكثر بشكل التي ستيت، ولما يكون الانزيم فوسفورايليتد بكون اكثر بالار ستيت. ماشي؟ فانا عندي هلا الانزيم ممكن يكون تي ستيت او ار ستيت، يعني اكتيف او انكتيف، وممكن يكون فوسفورايليتد ودي فوسفورايليتد. عمليه الفوسفورايليشن بتخلي الانزيم يكون موجود بالار ستيت اكثر من انه موجود في التي ستيت، وعمليه الدي فوسفورايليشن بتخلي الانزيم موجود بالتي ستيت اكثر من انه يكون موجود بالار ستيت. هلا مين بيعمل الفوسفورايليشن؟ الفوسفورايليز كاينيز. فهذا الكلام، يعني السلايد بتحكي الكلام اللي حكيته من شوي. نركز على عملية الريجوليشن تبعت الR state والT state. هلا هذه الريجوليشن بتصير بالأخص على الفورم اللي هو الديفوسفورايليتد، على الفوسفورايليز B، وبتحكم فيها كمية الانرجي اللي موجودة بالخلية. هذه كمية الانرجي بعرفها، بعرف قديش هي بالسل عن طريق قديش في ATP وقديش في AMP. لما يكون الـ AMP عالي معناه بالخلية، معناته انه هذه الخلية ما عندها طاقة كافية. لما يكون الـ ATP عالي معناته انه كمية الطاقة كبيرة. هلا لما يكون الـ ATP عالي معناته الطاقة كتير بالخلية، ما في داعي انه يصير في degradation للجلايكوجين، مش هيك؟ خلي الجلوكوز والجلايكوجين بحالهم. فالـ ATP بيحول لي، بخلي الفوسفورايليز بالتي ستيت، بالإناكتيف ستيت. نفس الشيء الجلوكوز 6 فوسفيت برضه بربط مع الانزيم بخليه بالتي ستيت، يعني إناكتيف، يعني ما في داعي انه احنا نعمل ديجريديشن وبريك داون للجلايكوجين. بس لما تكون كمية الـ AMP عالية معناته انه احنا بدنا طاقة، فالـ AMP بيحول الانزيم من الـ T state للـ R state. الجلوكوز نفس الاشي، بس الجلوكوز حيشتغل على الفوسفورايليز A. لما يكون الجلوكوز عالي معناته انه في مصدر للطاقة موجود بوفرة بالخلية، فالانزيم بتحول من الـ R state للـ T state بهاي الحالة. طب شو بيعملوا الـ ATP والـ AMP؟ على الإنزيم نفسه الفوسفوريليز B في عندي أماكن اسمها Nucleotide Binding Sites. تذكروا حكينا على Regulatory Sites، مش عندنا Active Site وعندنا Regulatory Sites. هلا الـ Regulatory Site هذا بربط عليه اللي هو اسمه Nucleotide Binding Site. It binds to it mean الـ ATP والـ AMP. فلما الـ AMP يربط مع النوكليوتيد بايندينج سايت بتحول الانزيم للR state، ولما الـ ATP تكون عالية أو الجلوكوز 6 فوسفيت يكون عالي بتحول الانزيم للـ T state. فعندي أنا ألوست، فهدول ألوستريك إفكتورز والانزيم هو ألوستريك انزيم. فأنا عندي طريقتين اللي ممكن أعمل فيهم أكتيفيشن للفوسفورايليز starting من الفوسفورايليز B. الطريقة الأولى اللي هي يكون عندي AMP عالي، الـ AMP رح يربط مع النوكليوتيد بايندينج سايت بحول الإنزيم للـ R state. الطريقة الثانية هي عن طريق الفوسفورايليز كاينيز اللي هذا صار له اكتيفيشن عن طريق البروتين كاينيز A، عمل فوسفورايليشن للفوسفورايليز فتحول لفوسفورايليز A اللي هو هذا بفضل انه يكون بالR state مش بالT state. اوكي، فعندي انا طريقتين لنعمل activation للجلايكوجين بريك داون. ماشي، خلينا نتكلم على نوع تاني من الريجوليشن اللي هو عن طريق المودوليترز، وراح نضرب مثالين هون. ماشي، اللي هم اول example هو proteins اسمهم large Trimeric G proteins. هذه الجي بروتينز مكون من 3 polypeptide subunits.
اللي هم ألفا بيتا وجاما. هذا الجي بروتين بكون باوند مع ريسبتورز على السيل سيرفيس اسمهم جي بروتين كابلد ريسبتورز، وهو هذا بكون بالان اكتيف ستيت. لما يكون ان اكتيف بتكون الالفا معاها جي دي بي، اوكي هاي جي دي بي، هذا جي دي بي بكون على الالفا وعاملين هالكومبلكس. هذا اجا الاغونست، اجا الاكتيفيتر الليجند ربط مع الريسبتور، الريسبتور راح يتغير الاستراكشر تبعه. هذا راح يؤدي انه يغير كمان بطريقه الانتراكشن مع الجي بروتين، فراح يحفز انه يصير في ريليس للجي دي بي. لاحظوا انا عندي ايش؟ ريليس للجي دي بي. هلا هذا الريليس خلى هذا المكان فاضي، فراح يسمح للجي تي بي اللي فيه 3 فوسفيت انه يربط مع الالفا. اول ما يربط مع الالفا شو راح يصير؟ الالفا راح يصير لها ريليس من البيتا ان جاما، فالبيتا جاما هذول انهيبيتوري راح يعملوا انهيبيشن للالفا. اوكي هلا الالفا صار فري والبيتا وجاما برضو صاروا فري. هلا الالفا لما يكون فري وهو شابك مع الجي دي بي راح يبدا يشتغل على انزيمات من ضمنهم البروتين كينيز اي وانزيمات تانية. ماشي، فالالفا سبينت راح يعملوا انتر اكشن مع الانزيمز، وهي الانزيمز راح يصير لها اكتيفيشن. فانا فالجي بروتين الالفا سبينت از ا لارج ريجولاتوري مودوليتر. اوكي بيصير لها اكتيفيشن الالفا عن طريق مين؟ عن طريق السمول مودوليتوري او ريجولاتوري مودوليتر اللي هو الجي دي بي والجي دي بي. برضو البيتا ان جاما ممكن يعملوا انتر اكشن مع انزيمز تانية ويعملوا لها اكتيفيشن او انهيبيشن. هلا نقطة مهمة كمان انه لازم يصير في تيرمينيشن للسيجنال، لازم انه هاي السيجنال توقف والا هذا بضله يعمل اكتيفيشن لهاي الانزيمات. طب كيف ممكن انه يصير في ان اكتيفيشن لهاي الباثوي؟ عن طريق انترنسك جي تي بي ايز اكتيفيتي. شو يعني جي تي بي ايز؟ هي الاكتيفيتي اللي بتحول لي الجي تي بي الى جي دي بي من تراي فوسفيت لداي فوسفيت. طب مش انا حكيت لكم هلا انه الالفا سب يونت مش انزيم، هي مودوليتر صح، لكن الانزيماتيك اكتيفيتي هذه انترنسك. شو يعني انترنسك؟ يعني داخليه، يعني ما راح تاثر الا على الالفا بس، ما راح تأثر على أي إشي تاني. فاللي بيصير عندي هون إنه هذه الألفا سب يونت الجي تي بي اللي معاها راح يصير لها هيدروليسز. remember هيدروليسز، أنا عندي فوق هون صار في إكسشينج، الجي تي بي فلتت دخل بدالها جي تي بي مولكيول، لكن أنا عندي هون نفس الجي تي بي صار له هيدروليسز، شلنا الفوسفيت تحول لجي دي بي. اول ما الجي دي بي تكون باوند مع الالفا سب يونت فالبيتا فرح تشبك مره ثانيه مع البيتا ان جاما وبصير في انهيبيشن للالفا بهاي الحاله. كيف يصير لها اكتيفيشن؟ انه مره ثانيه يجي اجونست، يجي ليجند يربط مع ريسبتور ويعمل اكتيفيشن للالفا سب يونت بنفس الطريقه. اذا هذول لارج تريميريك جي بروتينز، لانه انا عندي كمان سمول مونوميريك جي بروتينز بيشتغلوا بنفس الطريقه، اللي هو انه انا عندي هذا البروتين هو باوند مع الجي دي بي وبالتالي هو انكتيف. عشان يصير له اكتيفيشن هذه البروتينز واللي بتشمل الراس والرو والراب، وحكينا درستوا يمكن انتوا بعض هاي البروتينز بمحاضرات السل بيولوجي وجزء منها بمحاضرات المولكيولر بيولوجي. هلا هذا البروتين عشان يصير له اكتيفيشن لازم انه يصير في اكسشينج، الجي دي بي تنفصل ويجي بدالها جي تي بي.
صحيح انه انا ما بحب هاي الرسمة كتير بهذا السهم. اذا بتلاحظوا السلايد اللي قبليها كان انا عندي انه الجي دي بي صار لها ريليس وبعدين دخل بدالها جي تي بي، اوكي؟ هذه مش مبينة من السهم هذا، بس هي الفرق يعني انه جي تي بي اجا كأنه طرد الجي دي بي لبرا، بس مش هذا اللي بيصير. هو بيصير انه الجي دي بي بيطلع وبعدين بدخل بداله جي تي بي. هلا صار عندي هذا البروتين اللي هو السمول مونوميريك جي بروتين باوند مع الجي دي بي، هلا هو اكتف بيقدر انه يربط ويعمل بايندينج وانتر اكشن مع انزيمات مختلفه ويصير يعمل لها اكتيفيشن، اوكي؟ هلا ليه احنا سميناه صحيح مونوميريك؟ لانه هو عباره عن سنجل بروتين، سنجل بوليبيبتايد تشين، مش زي الترايميريك اللي هو بروتين مكون من 3 بوليبيبتايد تشينز عنده كوارترناري ستراكشر. هذا ما إلوش كوارترناري ستراكشر، هذا إلو تيرشري وبس. طيب فعشان نعمل ستوب لهذه الباثوي يبطل هذا يعمل اكتيفيشن، شو بدنا نعمل؟ هيدروليسيز. فحيصير في هيدروليسيز للجي تي بي انه منشيل فوسفيت منها، هو نفس المولكيول اتحول لداي فوسفيت وصار inactive مرة تانية. هذه عملية الإكستشينج وعملية الهيدروليسيز بتحكموا فيها regulatory proteins اللي أسميهم GTPase activating protein وguanine nucleotide exchange factor. هدول إيش بيسووا؟ الguanine nucleotide exchange factors بيحفزوا عملية الإكستشينج، عملية إنه الجي دي بي تطلع ويجي بدالها جي تي بي، أوكي؟ فهدول أكتيفيترز. والجي تي بي إس أكتيفيتنج بروتين بيحفزوا مين؟ الإنترنزك جي تي بي إس أكتيفيتي اللي داخل هذا البروتين اللي ما بتشتغل إلا على نفسه، ما بيشتغل على إنزيمات على بروتينز تانية. فهذه بتحفز انه يصير في هيدروليسيز للتراي فوسفيت بحيث انه يتحول الى داي فوسفيت، فهدولي انهبيترز، اوكي؟ ففي كمان ريجولاتوري بروتينز ثانيه اسمهم جي دي ايز، يعني جي دي بي ديسوشيشن انهبيترز، بمعنى انه بيخلوا الجي دي بي فيكست باوند مع البروتين وما بنفصل بشكل سهل، بحيث انه لانه اول ما ينفصل الجي دي بي الداي فوسفيت راح يجي على طول تراي فوسفيت بداله. هلا زي اللارج تريميريك جي بروتينز، هدول السمول مونوميريك جي بروتينز مش انزيمز باي ذيم سيلفز، لكنهم مودوليترز، بمعنى انه بيرتبطوا مع انزيمات وبيأثروا على الاكتيفيتي تبعت هاي الانزيمات. فهم مش سمول زي السايكليك ام بي، لا هم لارج ريجوليترز. طيب كل هذا الحكي اللي حكيناه قبل هيك انه ريفرسيبل كوفيننت موديفيكيشن، ريفرسيبل يعني ايش؟ الفوسفيت بشبك على الانزيم بنشال بشكل سريع، الجي تي بي ربط على الانزيم وبعدين صار له هيدروليسيس، فالعمليه ريفرسيبل. هلا رح نيجي نتكلم على irreversible covalent modification وبالاخص proteolytic activation، لانه هلا اول ما يصير في عندي انا modification للانزيم ما برجع مره تانية لحالته الاولى. هدول الانزيمات اللي بحاجة ل proteolytic activation أو irreversible covalent modification اسمهم zymogens. اسم تاني لهم proenzymes. فالproenzymes هدول pro بتعني إنه الانزيم inactive ولازم يصير له covalent modification irreversible covalent modification عشان يصير له activation. أوكي؟ هلا كيف بيصير هذه الactivation؟ بيصير عن طريق انه تنشال جزء من البروتين proteolytically عن طريق proteases. فانا عندي بروتين معين عشان نعمل له activation لازم انه نشيل شقفة منه، اوكي؟ نشيل اكم من امينو اسيد منه، هيك بتحول لاكتف. لاحظوا انه اول ما تنشال هذه البيبتايد منه ما رح يرجع مرة تانية. ف
مثال او امثله ممتازه على الزايموجينز هم الدايجستيف انزيمز اللي بيساعدونا على الهضم، اللي هم زي الكايموتريبسين، التريبسين والبيبسين. مثلا البيبسين موجود في الاستمك، الكايموتريبسين والتريبسين موجود في الانتستينز. هلا هدول التنين كايموتريبسين والتريبسين بيصير لهم سينثيسيس بالبانكرياس بشكل زايموجين، فاسميهم كايموتريبسينوجين وتريبسينوجين، هدول اسماء الزايموجينز. عشان يصير لهم اكتيفيشن لازم يصير في بروتيوليتيك كليفج، وبتحولوا وقتها للاكتيف فورم اللي هو كايموتريبسين وتريبسين. طب هذا الجزء من البروتين اللي احنا شلناه شو بيسوي؟ بشكل عام هو الان تيرمينس بتغطي الاكتيف سايت، فبتخلي السبستريت ما يدخل على الاكتيف سايت، بتسكر الطريق. بس اول ما تنشال السبستريت راح يدخل، ومره ثانيه هذه ما راح تلزق مره ثانيه، خلص الريفرسبل. طب ليش الجسم بيعمل زايموجينز؟ ناخذ الدايجستيف انزيمز مره ثانيه. هذه الدايجستيف انزيمز انت لما تاكل والسيجنال راح توصل للدايجستيف سيستم بيسكلي انه يا جماعه في اكل راح ينزل، حضروا حالكم عشان نعمل دايجستشن. ما في وقت انه نبدا السينثيسيس تبعت الانزيمز ستارتنج من الدي ان اي ليفل، يعني ترانسكريبشن وترانسليشن ومش عارف، هذه بتاخذ ساعات. لازم يصير دايجستشن هلا للاكل. فالبنكرياس بكون مخبي هدول الانزيمات عنده، واول ما السيجنال تيجي بصير في ريليس لهدول الانزيمز للانتستنز، وبصير لهم اكتيفيشن بالانتستنز عن طريق البروتيوليتيك كليفج. فالكاميتروبسينوجين بتحول لكاميتروبسين، تريبسينوجين بتحول لتريبسين. الانزيم زي الاستيز برضه هو زايموجين واسمه برو إلاستيز. فالأسماء الجديدة صارت تعتمد على برو إلاستيز، بمعنى إنه لازم نشيل جزء من هذا البروتين عشان أو الإنزيم عشان يصير له أكتيفيشن. الأسماء القديمة هي الكاميتروبسينوجين والتريبسينوجين. طيب فالعملية فهي efficient system basically، إنه هم جاهزين محضرين، بس مجرد إنه يصير في ريليس وأكتيفيشن اللي بياخد يعني seconds عشان يصير في هذه الحكي. طب ليش البنكرياس ما يخبيهم بالاكتف فورم؟ لانه هدول بروتياسز، بمعنى انهم رح يشتغلوا على بروتينز، فاذا كانوا اكتف وفيش بروتين حواليهم من الاكل فرح يبدوا يشتغلوا بالبروتينز اللي موجودة بالتشو، فرح يعملوا تشو دامج اذا ما صار في كنترول على الاكتيفيتي تبعتهم. فهي بيسكلي انه بكونوا جاهزين، بصيروا من الاكتيفيشن بسرعة عشان يتحركوا ويشتغلوا بسرعة، وبنفس الوقت هم زايموجينز على اساس انه ما يعملوا دامج للتشو. وهذه هي